بويسكو بزاف ديال الناس دومونداو ليا من بعد ما درت الفيديو ديال البارح وهضرت على الكتاب ديال الكومباوند افيكت وكيفاش انه تقدر تستافد منه وتابليكيه. دونك كما قلت الكومباوند افيكت واحد الكتاب اللي تطبيقي وحتى في الهضره ديالو في الكلام ديالو يعني بسيط. الكتاب اللي غنهضر عليه اليوم شويه معقد، ولكن الا خديتي داكشي اللي فيه ولا خديتي غير واحد شويه ولا خديتي غير حاجه واحده وابليكيتيها غادي تشوف واحد التغيير بزاف في حياتك. دونك الكتاب اللي غادي نهضر عليه اليوم هو 7 Habits of Highly Effective People ديال ستيفن اركوفي، دونك بالعربيه العادات السبع للناس الاكثر فعاليه. واحد الكتاب اللي موجود في ما مشيتي غادي تلقاه، في ما مشيتي كنتي غادي في الطريق بان لك شي فراشه راه غتلقاه حاطين، قلبتي في الانترنت على البي دي اف ديالو غادي تلقاه، كلشي تيهضر عليه. علاش؟ حيت فريمون فيه واحد الدروس اللي مهمه بزاف. دونك شنو هو البرينسيپ ديال الكتاب؟ الكتاب كيهضر لنا واحد 7 العادات اللي نورمالمون خصهم يكونوا في الواحد باش يكون فعال، بمعنى اخر باش يكون متوازن في حياته ومحقق كاع داكشي اللي باغي يوصل ليه. انا بالنسبه ليا الا طبقت غير العاده الاولى وحده فيهم ديجا غادي تافونسي بزاف في حياتك. ودايوغ انا قريت العام اللي فات هذا الكتاب في شهر جوج تقريبا، شهر جوج 2019، واستفدت منه من هذيك العاده الاولى. صراحه العادات الاخرين قريتهم فهمتهم، ولكن ما خديتش في لو بلون ديالهم، ولكن الحاجه اللي كانت بدلات بزاف ديال الحوايج هي العاده الاولى. دونك شنو كاين في هذه العاده الاولى؟ هذه العاده الاولى كتقول لك بي برواكتيف. شنو هي بي برواكتيف؟ هي انك تكون سباق، ولكن فاش كنقولوا سباق ماشي هي تكون سابق، يعني تكون ديما انت عارف شنو غادي يطرا وتانتيسيبي، لا، هنا تكون سباق بمعنى اخر هو انك تكون مسؤول على حياتك، يعني تكون مسؤول على كاع داكشي اللي كيطرا لك في حياتك، الا كان زوين والا كان خايب ما كيهمش، المهم انت اللي مسؤول عليه. يعني كاع داكشي اللي طاري لك راه ماشي السبب ديالو العائله ديالك، ماشي السبب ديالو المجتمع ديالك، ماشي السبب ديالو صحابك، ماشي السبب ديالو، السبب ديالو هو الاختيارات ديالك. يعني دوك النتائج كامل اللي وصلتي لهم دابا راه النتاج ديال الاختيارات ديالك، وانت اللي عندك الكونترول باش تبدل هذيك الحياه، باش دير واحد الاختيارات جديده، ومن ضمن هذوك الاختيارات الجديده اللي غادي دير غادي في الاخر دير واحد لي زاكسيون، ومن ورا دوك لي زاكسيون غادي تاورينتي الحياه ديالك من هذيك الحياه اللي كاينه دابا اللي ما باغيش لديك حياه اللي باغي. انا الحوايج صراحه اللي عجبوني فيه بزاف واللي هضر عليها في هذه العاده الاولى هي انه خاصنا ديما الحوايج اللي عندنا عليها الكونترول هي اللي نركزوا فيها اكثر، والحوايج اللي ما عندناش عليهم الكونترول ما نفكروش فيهم، ما نحاولوش نهرسوا راسنا ونستريسيو راسنا في شي حوايج اللي ما عندناش عليهم الكونترول. نحاول نعطيك واحد ليكزامبل اللي بسيط بزاف. دونك تخيل معايا دابا مثلا شي واحد اللي خدام يعني خدام في واحد الشركه، عنده واحد البيئه زعما في الخدمه ديالو، وهو ما حامش ديك البيئه ديالو، يعني هذوك الناس اللي خدامين معاه ما حاملهمش، كيتعاملوا معاه خايب، ما كيعاملوش مزيان. دونك نورمالمون هذه هي البارادايم، هكا هو في المعتقد ديالو، يعني دوك الناس ما كيعاملونيش مزيان. دونك ملي كتقول دوك الناس ما كيعاملونيش مزيان، ولا هذاك السيد نيت ملي كيقول هذوك الناس ما كيعاملونيش مزيان، بمعنى اخر انه كيفكر شي حاجه اللي ما عندوش عليها الكونترول، يعني هما اللي ما كيعاملوش مزيان، يعني ديما غيبقى هما ما كيعاملوش مزيان. الوغ كو خصو يفكر في الحوايج اللي عليهم الكونترول. شنو هو الحوايج اللي عنده عليهم الكونترول؟ هو مثلا يقدر يبدا يقلب على شي خدمه اخرى بلاص ما انه يبقى يفكر غير في ديك الخدمه ويبقى يستريس راسو ويهرس راسو. لا، هذوك الناس ما كيعاملوش مزيان، اوكي دونك عادي بلا ما نهرس راسي غادي نمشي ناخذ لاكسيون، غادي نمشي نقلب على شي خدمه اخرى اللي غادي نلقى فيها شي ناس اللي كيعاملوني مزيان. دونك بلا ما نبقى نهرس راسي، هذاك الشاف ما مزيانش، هذاك خونا كينافقني، هذاك خونا كذا، ديك الهضره كامله غادي غير تهرس بها راسك وغتستريسي بها راسك. الو خاصك تفكر في شنو خاصك دير دابا، وهذا الشيء سي فالابل في الحياه كامله، يعني ماشي في الخدمه ولا في القرايه ولا شي لعيبه. مثلا اكزومبل ديال القرايه، مثلا كاين اللي كيقول لك وداك البروف ما باغيش يفاليدينا، وداك البروف ما باغيش ينجحنا، دونك كيقول لك بلي هذاك لا البروف ما باغيش ينجحنا ولا ما باغيش يفاليدينا، اه عادي ماشي مشكل، اوكي شنو هما الحوايج اللي عندنا عليهم الكونترول؟ هي نمشيو نجبدو الامتحانات القدام، نبداو بريباري، ونمشيو نسولو الناس اللي نجحوا عنده في العام اللي فات، علاش دوك الناس نشوفو عند العام اللي فات هو مكيفاليديش، نمشيو نسولوهم شنو درتو، شنو بريباريتو، شنو الامتحانات، شنو كيحط، علاش كيركز. هكا نكونو مشينا اجينا في الحوايج اللي عندنا عليهم الكونترول، ماشي بروغرامين راسنا وقلنا داك السيد مكيفاليديش وبقينا نقولو واه داك السيد مكيفاليديش ونبقاو نتشكاو. دونك ستيفن اركوفي كيقولك بلي ما خاصكش تشكا، وبلي كيقولك كاع الحوايج اللي ما عندكش عليهم الكونترول انساهم، ما تبقاش تفكر فيهم، فكر في الحوايج اللي عندك عليهم الكونترول. الحياه ديالك ما عجبكش، اوكي
شنو غادي دير باش تبدلها؟ شنو هما الحوايج اللي عندك عليهم كونترول؟ استغل مثلا الوقت ديالك، شوف الوقت اللي عندك، حاول ما امكن ضروري ما تكون عندك واحد الوقيته في النهار، خدم فيها على دي زوبجيكتيف اللي يخليوك انك توصل لديك الحياه اللي باغي. قسم لي زاكسيون. دونك هادشي اللي كاين في البي برو اكتيف هو انك تصحح المعتقدات ديالك، يعني بلاصه ما انك كتلوح اللومه على الناس تولي تلوح اللومه عليك انت، وتقول شنو خصني ندير انا باش نبدل الحياه، ماشي نتسنى انه الناس الاخرين يتبدلوا باش الحياه ديالي تتبدل. وديما كنعطي ليكزامبل ديال البيضه. دونك البيضه الى ضربها شي واحد من على برا وكان فيها شي كتكوت صافي كيموت، يعني ما يمكنش ديك الساعه يحيى. ولكن الى الكتكوت هو من الداخل ديالو ولا الفلوس من الداخل ديالو هو حل البيضه، ديك الساعه غادي يعيش. دونك التغيير كيبدا من الداخل على برا، ماشي من برا على الداخل. الى جا من الداخل ماشي تغيير، هذا ما يمكنش اصلا. دونك هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها. وراه هضرت غير العاده الاولى، اما الكتاب راه فيه العادات كاملين. ما انا بغيتك صراحه تستفد من العاده الاولى حتى تبدل حياتك. ترى لي فراسك، شوفوا في فيديو جديد غدا ان شاء الله.